بعد الأحداث المؤسفة في الكارثة الأخيرة في زلزال 6 شباط، وجدت مؤسسة تعليم بلا حدود مداد أن من أولى أولوياتها وأوجب واجباتها أن تنطلق لخدمة معلمينا. دائما تعتبر مؤسسة تعليم بلا حدود مداد أن خدمة التعليم وخدمة المعلم هي شرف لها، فلذلك انطلقت المؤسسة بتقديم مساعدات مالية عاجلة لعدد من المعلمين المتضررين الذين تدمرت بيوتهم أو الذين أصبحت بيوتهم غير صالحة للسكن، أو أولئك الذين فقدوا بعض أقاربهم من الدرجة الأولى. دائما المعلم إذا كان بخير فسوريا بخير والمجتمع السوري بخير ونحن جميعا بخير. من واجبنا أن نكون إلى جانب المعلم في هذه الأيام العصيبة. في هذه الفترة يعني بدأ الدوام في المناطق الثانية والتربيات الثانية باستثناء جنديرس كمركز وريفها بسبب تصدعات هذه المدارس. سيكون هناك أيضا العمل في الخطة القادمة على ترميم هذه المدارس وإنشاء خيم صفية ضمن المراكز الإيواء المتواجدين فيها الطلاب. سيكون في كل مركز إيواء إن شاء الله بإذن الله عبارة عن خيم تستوعب الطلاب اللي يسكنون في هذه الخيم.